فتحت أبواب القصر واجتمعت الرفاهية في العنوان. ليس هناك من وجهة أفضل للتمتع بإقامة مترفة، سهرة راقية، لقاء هادئ أو تنظيم لاحتفال اجتماعي إلا في فنادق القصر أو العنوان وسط مدينة برج خليفة أو العنوان دبي مول. فندق العنوان وسط المدينة يؤثث طابقاً لمفهومي الرفاهية وتكامل المرافق، يبدأ ذلك من الردهة. مطعم فزارس يجب التوقف عنده، إذ لا يمكن القفز فوق مطابخ اليابان، آسيا، الهند، العالم العربي ودول المتوسط من دون تجربة، سواء في وجبات منتصف النهار ليوم الجمعة أو في ليالي السوشي المقمرة كل ليلة أربعاء. وبأسلوب ونوع مختلفين من الطهي يتربع مطعم الهوكاما الطابق السادس، حيث تجربة العشاء ممتعة إلى جانب الأصدقاء في أجواء مترفة. الحضور الأقوى هنا للطعام الصيني التقليدي. ومع الارتفاع ترتفع حدة الذوق، ففي الطابق 63 يقع المقهى نيوس. تقول عنه إدارة الفندق إنه أعلى مقهى في الشرق الأوسط، تقصده النخب الثرية التي تلبد أجواء المقهى بدخان السيجار. في مكان لا يبعد إلا بضع دقائق يتربع فندق عنوان آخر، هو فندق العنوان دبي مول، وهو الأكثر ملائمة لعشاق التسوق، حيث يرتبط مباشرة بأكبر وجهة تسوق في العالم. خيارات المطاعم متنوعة تتراوح بين أمبر، حيث المأكولات العالمية، إلى المأكولات العصرية اللذيذة في مطعم وردهة كابانا في الطابق الثالث بجوار حوض السباحة. الأجنحة والغرف الفاخرة في العنوانين تعمل على منح رجال الأعمال الفرصة لاسترجاع النشاط، كما تمنح السياح الشعور بالراحة من خلال الديكورات والتصاميم الأنيقة والفريدة. أصالة فندقي العنوان إلى عراقة فندق القصر المجاور، تتنوع خيارات الضيافة في وسط مدينة برج خليفة. أبواب القصر مفتوحة للجميع، ونوافذ كل غرفة مفتوحة على أيقونة دبي برج خليفة. المشاهد الخارجية تفتح شهية المقيمين في الغرف 161 والأجنحة 81، وتدعوهم إلى تجربة مأكولات متميزة. في مطعم الإيوان في ردهة الفندق الرئيسية تستمتع بمأكولات شرق أوسطية تقليدية. الضيافة الحقيقية تمارس في وسط مدينة برج خليفة باحتراف.